بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه قناتكم قناة خبرنا اليوم، والخبر اليوم متعلق بأصحاب المعاشات. فقد صدر اليوم وأعلن التلفزيون المصري أن الرئيس قد قرر تقديم صرف معاشات يوليو من 1 يوليو إلى الأحد القادم 25 من يونيو، أي أن بداية صرف معاش يوليو سيكون بمشيئة الله في 25 يونيو، الأحد 25 يونيو إن شاء الله، من ماكينات الصرافة، وذلك حتى يتمكن أصحاب المعاشات من تدبير حاجاتهم في عيد الأضحى المبارك. هذا ما أعلنه التلفزيون المصري الآن. وإذ نستغل هذه الفرصة لنهنئكم جميعا بحلول عيد الأضحى المبارك، قناة خبرنا اليوم تتمنى لكم عيدا سعيدا بمشيئة الله والصحة والعافية، وإلى لقاءات أخرى. كل عام وأنتم بخير، ولا تنسونا من الاشتراك في قناتنا واللايك وتفعيل الجرس. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.